كما قال السيد نائب رئيس الغرفة بأنه كان تلقوا الاي ام بي غائبة، حيتاش هذا الشيء هذا كنهضروا على التنسيق، يعني خصنا ننسقوا مع مجموعة من الفاعلين، المجلس البلدي، الناس ديال الوكالة، باش هاد النفايات هادي أكواسا سيرانا اللي نجيبو مالا تا المينا وما يتنقلوش، يعني اللهم نخليهم في البحر. وغادي نزيد نشجع على واحد المبادرة واحدة أخرى، هي أنه هاد المراكب ديال الجر، خصوصا الجر، هادوك النفايات اللي كيلقاو في البحر ما يرجعوهمش ثاني للبحر، علاش كنعاودوك بحال يجمعوهم ويجيبوهم للميناء، ديك الساعة راه غادي يقوموا بهم السلطات المختصة يقوموا بالواجب. شكرا.